بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله شواطنا تتواصل في صباح هذا اليوم في ميدان السد، الشوط اللي تعلن انطلاقته هو شوطنا التاسع أو الثامن الخاص للقعدان الحقائق، متمنين التوفيق والسداد والنجاح للجميع بإذن الله. نسير وياكم إلى المقدمة ونتابع مهندس سلطان بن محمد بن بخيت العرياني يقود المسيرة بمهندس، يليها المركز الثاني الفائز لعمر بن حاضر الشمري، نقلة إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث يتقدم سمهوي سيف بن جعفر بن مرخان. مالك شذا من فازت في صباح هذا اليوم بميدان الساد. المركز الرابع الشامخ لنايل بن فهيد بن مفتاح الشامسي، نقله الى المركز الخامس، وفي المركز الخامس دلهم سالم بن سعيد بن منانه القتبي، ويليها المركز السادس في هذه اللحظات الطويل سالم بن محمد بالشرقي العامري، وفي المركز السابع وصل بن معنس، وصل شعار بن مبارك من فاز بصباح هذا اليوم، وياتي بالجوكر معنس بن حربي بن سالم العامري. وفي المركز الثامن ضاري عبد الله بن علي بن سيف النيادي من يقدم ضاري. والمركز التاسع وصلكم الدكتور، وصل سعيد بن محمد بالشرقي العامري، الدكتور سعيد بن محمد بالشرقي يتقدم بحبيب وسلالة حبيب المميزة، اليوم سجل نقطتين يطبع يسجل حضور آخر بحبيب. المركز العاشر وصل شعار النعيمي من فاز بأسرار منذ لحظات، ياتينا يا سلام هذا يلي قادم سيفين، محمد بن سالم بن محمد النعيمي من يقدم سيفين. يا سلام يا هالكوكبة، يا هالكوكبة من القعدان، يا هالكوكبة من القعدان الحقائق. المنافسة حاضرة، المتحدي يقود المسيرة، لكن تغيير على بن منانة، تغيير من مهندس سلطان بن محمد بن بخيت العرياني. عاد مرة ثانية دلهم في المركز الثاني، سالم بن سعيد بن منانة المركز الثالث، لمعنس بن حربي العامري. الله يا بن حربي يبي يسجل الحضور الثاني. أمضاري له كلام آخر، عبد الله بن علي بن سيف النيادي وصل ورفع رايت خطورة، وصل أحمد بن سعيد بن منانة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله 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 الله، يا هالدخول المميز، يا هالتقدم من أيضا وسيم خميس بن فايل بن حمد الزرعي، وصل وخذ المركز الرابع في هذه اللحظات. شعار بن زعل غادم، شعار الدكتور غادم، الشعارات قادمة، لكن هني التغيير لا زال لا يوجد تغيير. أم هندس سلطان بن محمد بن بخيت العرياني قاد المسيرة منذ أعلن انطلاقه بن وديمة وهو تصدر القيادة، لكن بن معنس مو بسيط، معنس بن حربي بن معنس ما بسيط مبارك، رافع رايت الخطورة ويشوف له كي يشوف الوقت المناسب وينتزع المركز الأول. ضاري عبد الله بن علي بن سيف النيادي، حرك ضاري وصل بن زعل يهجم هجمات خطيرة. المنصوري اللحظات الأخيرة، أهو يا الزحف، لكن خلاص على ما أعتقد فات الأوان. يعبر ضاري لكن بن زعل ينتزع المركز الأول. الله في اللحظات الأخيرة أيضا هجمة مميزة، النداوي علي بن زعل بن سعيد المنصوري ينتزع المركز الأول بالنداوي. الثاني ضاري مع عبد الله بن علي بن سيف النيادي المركز الثالث. مشاهدينا الكرام، رقم 18 المهندس سلطان بن محمد بن بخيت، الرابع لمحمد بن رصاص بن سالم العامري، وفي المركز الخامس رقم 11 حبيب للدكتور سعيد بن محمد بالشرقي العامري. التوقيت 4:49، النداوي ينتزع المركز الأول
علي بن زعل بن سعيد المنصوري.